بداية عليك التوقف عن استخدام مناديل التواليت في المراحيض العامة، وإليكم السبب. كيف نقي أنفسنا من الكورونا وغيره من الأمراض؟ فهل تعلمون أن التفاحة الواحدة بها أكثر من 100 مليون ميكروب؟ وكذلك البطاقات المكتبية تحمل المليارات من الميكروبات. إذا كان الأمر كذلك بالنسبة لمثل تلك الأشياء، فما بالكم بمقاعد التواليت؟ جميعنا وخصوصاً في الأماكن العامة يلجأ إلى وضع مناديل التواليت على مقاعد التواليت قبل استخدامها تجنباً للجراثيم والميكروبات، ولكن الحقيقة المؤلمة أنه لا جدوى من فعل هذا الأمر، فهي لن تقوم بحمايتكم من الجراثيم أو الميكروبات حتى أنها تمتص الرطوبة، وبهذا تصبح تربة خصبة لتكاثر الميكروبات والجراثيم بدلاً من تقليلها. هذا بالإضافة إلى أن بشرة الإنسان بها مسام أكثر من تلك التي تحتويها الأوراق، وبهذا فإن أي كائن ميكروسكوبي يمكنه اختراق المسام الموجودة في البشرة والدخول إلى الجسم دون أدنى مشكلة، خصوصاً في تلك البيئة الرطبة. ولكن لا داعي للقلق طالما كانت مقاعد التواليت جافة، أو إذا ما كان لدى أحدكم رغبة ملحة في تنظيف مقعد التواليت قبل الجلوس عليه، فيكفي استخدام المناديل في مسح المقعد قبل الجلوس عليه. مقاعد التواليت في كثير من الأحيان تكون أكثر نظافة من بعض الأماكن الأخرى في الحمام، فالكثير من البكتيريا تستوطن الأماكن والأشياء التي تلمسها العامة دون غسل أيديهم، مثل الأحواض أو مقابض الأبواب أو بكر التواليت. لذا يجب عليكم قفل غطاء التواليت قبل صرفه حتى لا تتناثر المياه غير النظيفة على ما حول المقعد من حوائط، مما يؤدي إلى انتشار الجراثيم والبكتيريا في كل مكان. ثم عليكم القيام بعد ذلك بغسل أيديكم جيداً بالماء الدافئ والصابون لمدة تتراوح من 20 إلى 30 ثانية، وألا تقوموا بغلق الصنبور بأيديكم، وإنما عليكم استخدام منشفة أو منديل، وحاولوا أيضاً عدم لمس أي شيء بأيديكم أثناء مغادرتكم لهذا الحمام. ولكن هناك سؤال يطرح نفسه، ألا وهو كيف يمكننا تجفيف أيدينا؟ هل تستخدم فواطة المناديل أم مجفف الأيدي الهوائي؟ عليكم العلم بأن الكثير من الميكروبات تعيش في كليهما، ولكن فواطة المناديل أكثر أمناً، حيث أن المجفف الهوائي يقوم بنفخ الجراثيم والميكروبات من الأيدي، ولكنه يقوم أيضاً ببعثرتها على ملابسكم وعلى الأماكن المحيطة بكم. أما بالنسبة لفيروس كورونا الذي يجتاح العالم الآن، فعليكم اتباع القواعد الأساسية للنظافة الشخصية التي نصحت بها منظمة الصحة العالمية، ولا داعي للذعر أو القلق. لا تقوموا بلمس وجوهكم بأيديكم، وخصوصاً العين والأنف وأنتم خارج المنزل. عليكم تطهير أيديكم أولاً بالماء والصابون. قوموا بغسل أيديكم بالماء الدافئ والصابون بشكل دوري، ولا داعي لاستخدام الصابون المضاد للبكتيريا، فهو لا فرق بينه وبين الصابون العادي، بل إنه يجفف البشرة. والأهم هو غسل الأيدي بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية. عليكم استخدام المناديل الكحولية أو الجل في تطهير أيديكم، وخصوصاً قبل الوجبات. إذا كان أحدكم مريضاً فعليه استخدام كمامة لمنع انتشار البكتيريا، غير ذلك فلا داعي لاستخدام الكمامات، فالفيروس لا ينتشر بالهواء. هناك بعض الأطعمة التي من شأنها القضاء على الجراثيم والبكتيريا، مثل العسل والثوم والكريز والتوت الأزرق والفراولة والشاي الأخضر والبروكلي. عليكم العلم أيضاً بأن المقابض الموجودة داخل المواصلات العامة من أكثر الأشياء التي تتعلق بالجراثيم والبكتيريا، فالملايين من الأشخاص يمسكون بها، لذا عليكم تجنب الإمساك بها قدر الاستطاعة. عليكم العلم أيضاً بأنكم لن تكونوا في أمان مطلق من الجراثيم والميكروبات داخل منازلكم، فهناك بعض الأماكن في المنزل قد تحتوي على عدد من البكتيريا أو الجراثيم تفوق تلك التي توجد في الحمامات، ومنها درعات اللعب، ألواح المطبخ، الهواتف المحمولة، الخلاط، الدش، إسفنجة الأطباق، الثلاجة. لذلك عليكم تنظيف جميع هذه الأماكن بصفة مستمرة.